عليكم اخوتي، انا مغاربة من طنجة الكبيرة، اخوتنا الجزائر خاوه خاوه، ما كاين عداوة الشعب الجزائري والناس اللي في اوروبا. الله يجيبكم على خير والله يفاجئ لكم على والديكم. هاد الفيديو اخوتكم بغيتكم تبارطاجيوه عليا مزيان، اللي بارطاجاه الله يفاجئ عليه على ميمتو. عمر ميمتو ما تمرض هي وباه، وانا تنصي على الوالدين. بقى فيا اخوتي الحال، ما خلي انا ما قاريش، ولكني ما عرفت لا ندخل لا للسيت لا والو. وانا تنمشي للمونديال، مشيت لروسيا، مشيت للامارات، مشيت للكوت ديفوار، مشيت لمصر. انا واحد معاه في الميريكانيه، راه عرفنا قربي ولادكم، وحياه الميريكانيه تقول لي راه هواريه. يا اللي عرفنا خوتنا الجمهور الكريم، الله يحفظكم الله يطول لكم العمر. احنا جينا غدنا ثلاثه الماتشات، ولكن عندنا هي ثلاثه وغادي في حالتنا، وقالنا المعلم يا الدخول الفيران، بغينا نعاودوا نرجعوا. وما مشى الطيب بجوج للزيرو، وانا بقى فيا خوتي الحال اللي ما مشيتش، ما لقيتش اش ما لقيتش. بدا نمشي تنقلب، ما عرفت نكتب، ما عرفت ندير، تنقول للمسؤولين دابا يا شوفوا هذا الفيديو خوتي، راه عطا الله انا بغيت نمشي. انا تنبغي مالكي هو الاول، وتنبغي المخزن، وتنبغي الامن، وتنبغي كل شيء، وتنبغي حتى الشعب المغربي كامل تنبغيه وتندعي ليه مع والديه. اخوتي بغيت نمشي هذا الفيديو، عرفتوا علاش بغيتو تبارطاجو؟ باش يشوفوه الناس. ما ربا نمشي امتى؟ ما مشيتش، غادي نقعد وانا راه مغربي وعزيز عليا الملك وعزيز عليا كل شيء، وتندعي انا مع كل شيء. وتينوضوا شي وحدين تيقولوا لي في الكومونتير انت ما هضرتي على الاسعار، ما هضرتي على هذا الشيء. هانتوما تصنتوا لي اخوتي، الاسعار ماشي هي في المغرب، في اوروبا كامله وفي الدول كل شيء، هذا الشيء غادي يفوت. وفات كاع كورونا، انا نعس في كورونا، كنت بغيت نعيش وانا عيشني الله، دازت كاع كورونا اللي خايبه وواعره، وفي الاخر ها هي مشات الحمد لله بفضل صدر ربي والحكومه تاعتنا والملك تاعنا، وكل شيء الدواء وكل شيء بخير وعلى خير. واللي مات الله يرحمه، الله يجد عليه الرحمه. ولكن يا خوتي اش نقول لكم، واحد شويه الصبر. بغينا المغرب يزيد له قدام، ما بغيناش يزيد اللور. مغربنا راه زين، ما تنقولش انا هذا الشيء، كاين اللي ما غاديش يحملني، انا مسامح في الدنيا وفي الاخره. ولكن يا خوتي واحد شويه الصبر، مغربنا غادي وتيزيان، هاد الازمه اللي كاينه غادي تحيد، غادي تحيد ان شاء الله بجد سيد ربي. ماشي كلشي، واش كاين شي واحد بغى يموت بالجوع؟ والله لا مات بالجوع، تيعطي الله رزق هو الاول، فيق يصلي الصبح فوقيتو ويعطيك الله رزقك اللي بغيتي تصور كامله، لحقاش ما تيعطيه لك حتى شي حد سوى الله سبحانه وتعالى. نتهلاو في هاد المغرب تاعنا راه مزيان اخوتي، والله لا حاسدين عليه، والله ما كاين ما حسن من المغرب. غنخرج انا ونبين لكم وين ماشي، كلشي الخير كاين. نطلبوا الشتا تجي، يعمروا البيور ويعمروا السدود ويعمر كلشي، الماء هو كلشي. يعني دابا انا خاصني الماء نشرب، شاهد عليا صدري اخوتي المغاربه. دابا تنهضر اخوتي على الماتش، انا بغيت نمشي ولكن خصني نمشي اخوتي. خيتي واش انا من مراكش ما نمشيش؟ دخلنا عليك بوجه الله، تفكري فين تندعي مع والديك وتنقول لوالديك الله يحفظهم لك وتهلا في والديك، واش ما نمشي؟ اشحال من واحد يقول لك لا انت طلاب، انت تنطلب الله وتنطلب المغاربه، هيك ما تنطلب شي حد. كاينين دوك اللي تينقدوني وما تيبغونيش، والله انا لا مسامحهم في الدنيا وفي الاخره، بالله اللي تيقسم الدنيا والدين. احنا بغينا نكونوا خوت، وشي بغي الخير للاخر، الخير هو اللي كاين. اش بغينا نديو معنا في الاخر؟ والكفن وما فيه جياب، والنعاس على اليمين والحساب. انا اش تنقول؟ تنقول يا ربي تلقى المسلمين في الجنه نتلاقاو، وقتينا على عذاب اخوتي. انا المغربه ساكن لي انا هنا، ماشي تنكذب، دوزت الحباسات، ما خليت عش من الحبس، دوزت على والديا وتيعفو عليا سيدنا. وانا استفدت، انا استفدت، ما باقيش تنعاود نرجع للحبس. انا بغيت تكون حتى المشاجن بحال هكا يستافدوا، بغينا المغرب يزيد له قدام، باش نغدو الله يولوا تيضحكوا عنا وحدين اخرين. لا، المسلمين ما تيضحك عليهم حتى شي حد، المسلمين رجال، احنا خوت، نبقاو هكا خوا خوا، وما كايناش العداوه اللي تنقول على خوتنا الجزائر. جيراننا، دخلت عليكم بوجه الله، اش بغينا نديو معانا؟ اخوتي انا تنطلب منكم بارطاجيو لي هاد الفيديو، الله يفاجئ لكم على والديكم هاد.
وخوتي غادي يهزوا من اي بلاد، غادي يهزوا من 20 30 تتمشي للمنتخب هذيك على حساب الدوله وعلى حساب سيدنا، تيقول لهم ديو لي المغاربه باش نشوفوا حنا ان شاء الله الماتش الاول بجد سيدي ربي، تنقول ان شاء الله غادي نربحوا ان شاء الله الماتش الاول والثاني ان شاء الله يا بسيط ربي، ويبغى الله حنا يعطينا كاع حنا هاد كاس العالم نديو، يبغى الله بيتحيدوا لينا والله، وبغى الله حتى نربحوا والله حتى نجيبوه ما جبناه، المهم مشاكين وربحنا وسقطنا المغرب، لا يزيد قدام المغرب حاسدين عليه وحاسدين على والدينا وولادنا وخوتنا، ابونا حنا نطرمو في شي زوبي ولكن ما نطرموش حيت معنا الشريف، الله يستر عليه والله يحفظه والله ينقي عظامهم من المرض، والمغاربه حتى هما الله ينقي عظامهم من المرض، المسلمين كاملهم اللي باني ولا اللي ما باني الله ينقي لهم العظام تاعهم من المرض، هادشي تنطلب عند الله، وانا راه بغيت نمشي راه يا بالي الله نمشي راه غادي يشوفوا المسؤولين هذا الفيديو ويجيو يديوني معاهم، انا راه بغيت نمشي نشجع المغرب، انا راه مغربي تبعتو من الامارات نعاودها لكم وتبعتو من الكوت ديفوار وتبعتو من مصر ومشيت لروسيا حتى نشجع، حيت انا بغيت المغرب يزيد لقدام ما بغيتوش يزيد الله، راه عندنا هي راه هي بعدا تحيه للامن، الامن راه كاين في كتاب الله، اتصنتو خويا قراو اللي قاري الدين يقرا كتاب الله فيه الامن، الامن راه كاين عندنا والجدارميه والبوليس والمخازنيه كلشي الله يعمرها دار، كاع اللي خدام مع سيدنا بن معقول الله يحفظه والله يطول ليه العمر، وانت وجا عندي البورتو ديال يلاه بغيت ندير هذا الفيديو، شفت حتى هو اش تيقول مسكين، قال لك باهي كروسه، باهي كروسه يبيع بها ويشري وبغى يتعاون مع وليداتو، واش عرفتي شحال حتى هو داو وزع الحبس، انا تنقول لكم المعقول ضرب الحبس مسكين معايا وخرجوا عفا عليه الله واستبدا وعفا عليه سيدنا وخرجوا استبدوا وهو يدير كوكيكيس ويبيع فيها الماكله، قال لك داو لي القناه الاولى والثانيه والثالثه اش هاد المصيبه، انا ما عطاهاش اخوان ردي وانا خارج بحالي بحالي داو لي الاولى الثانيه عطيت باغي والو اخوان ردي، انا باغي تروس نطلب من خوتي المغاربه السلام عليكم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، خوتي الجزائريين خاوة خاوة الدول العربيه ثاني خويا نيبه يجعدوا لي مفرحين الله يربي يفرحوا والله يخلي لي ميمته والله يخلي لي وليداته وخلي بنيته وخوتي المغاربه تامين اللي دار لي هذا المشروع مشروع صغير اما تروسه ولا موطور تازيو ناس مو بوروتازيو بوروتازيو زعما قديم طيب باغي ندير فيها الماتله ونجيب خلينا نجيب 150 درهم 100 درهم ونجعد وليداتي ويا تقول لك المغاربه 10 درهم الواحد بغيت لهم بيت في الجنه واو انا بغيت لهم بيت في الجنه الله يجمع الشملهم في الدنيا وفي الاخره، تما يجمعوا لي الشمل انا، وهاد العذاب يدوز انا وتخلصوا راسي وتبتوا انا سوا، يجمع لي الشمل ديالي الله يجمع الشمل في الدنيا وفي الاخره. والله والله يجمع لي الوليدات ديالهم. اه سمع. والنهار الخايبتون وغايبين. المسلمين عازينين غاتلقى خوك تتصبع عليه الشتا وتحيدو من الشتا وتعطيه ما يلبس وتقول له دخل اخويا. ويا كنتي ليه بلا ما نسمي لك، يدوز من حداك وما يعرفكش. ويدخل ويحل الدار ويسدى ويدخل عليه ويبقى انت تصب عليك الشنا سيب الله يحفظكم انا مغاربه ونزيد على الكلمه اخويا انا ودي سمح لي واحد السيد عيط لي ديال عايش في برا وانه ما ديال المغرب وعايش برا ديال ديال الواتساب ديال برا ديا بغيت انما ديال نور الدين شريش بغيتيها ديا غنشري التروسه وني الفلوس ما نعطيهمش لك مليون غنعطيه لخويا نور الدين ولكن بلاتي عيط لي حتى انا حتى انا واخا قطعتك عيط لي حتى انا عندي كاع في الواتساب درتي لي ولكني الغيب حشتو معاه ما عرفتوش شترى لي حتى ما بقاش عيط مسكين بصح هو تيهضر من نيتو وبغي يجي وبيتي معاك هذاك الشيء كون مو بيتي معاك ما غاديش يجي وداي اخويا واحد الكلمه قضيه انا ريفد وتحياتي الريافه في مثل الريافه من طنجه للدويره وا سمع سكت ملي قال لك هذا ريفي والله يا خويا الله يطرى شي مشكل الله يفكوا لي امين الريافه عندهم قوت عندهم نيشان ديال مليون ما نعطيش لك ما نعطيه نجي عاد خويا انا قالها لي انت تقيم عند الله قالها لي ولكن انا ما عرفتوش مسكين دابا شحال قال لي بشرط بشرط واحد غتمشي عند البرطوط غتشري لك تروسه تعمرها ليه قالها لي هذا المليون وباش عارف نور الدين دربو زوين في الموسم اللي عيط ليا ديال البرطوط غادي يسحن على الله الساعه واش غايب حشتو معاه ما عرفتش حقك ما تقول على المغاربه شي حاجه الله يجعل ربي يفرح اخوتي المغاربه المغاربه الله يستر عليكم اخوتي وهذا النار الله يفاجئ لكم على والديكم اللي شاف هذا الفيديو بارطاجيه وتعاونوا مع هذا وانا راه تنموت عليكم انا هو اللي تنقول راه اللي ما بغى المغاربه والمالك الله ينعل بو حياه با تما
بشعار الله الوطن الملك.